السلام عليكم، اسم سارة الحرش، مقدمة السربة بجمعية فارس الميسوري للفروسية وتربية الخيول. شاركنا في عدة مهرجانات وديما كنشاركوا في هذا المهرجان ديالنا ديال مدينة ميسور. الحمد لله الأمور كدوز على أحسن ما يرام، ونتمنوا السلامة لجميع الركاب. شكرا. يعني تختاري هاد يعني هاد كنقولوا حنايا هاد الهواية أنا اختاريتها عن وراثة أبا عن جد. هي كاين الناس اللي كيشجعوك، كاين الناس اللي كيحاربوك، ديما كاين واحد الاختلاف ما بين الاراء. كاين الناس اللي كيأيدوك وباغين يشجعوك باش نزيدو نطوروا في هذا الشيء، ولكن كاين الناس اللي الله يهديهم كيحاربوك، ولكن نتمنى ان هذا الشيء يستمر. على ذكر العنصر الكبير والنساء، بحكم المنطقة شحال هذه كانوا الناس كيركبوا على العودات، ولكن مع الوقت ومع الناس ولاو كيجيبوا الخيل، كيجيبوا الدكورة كيركبوا عليهم، ولكن كاينين الناس اللي مازالين شادين في هذيك الثقافة ديال العودات. ايوا ايوا المجال صعيب شي شويه، ضروري من التضحيه وضروري من واحد الجهد كبير باش توصل لهاد البلاصه هادي، باش تكون مقدم راه فيها بزاف هي تكليف وتشريف في نفس الوقت. البنت ديالي انا اللي علمتها واخترت هاد الحرفه هادي، وكنتمنى لها النجاح ان شاء الله هي وكل البنات ان شاء الله. كنطلب من الله يعاونهم ويكونوا ان شاء الله حتى هما شجاع ويكونوا كذا، وهذه هذا الشيء اللي قال لك نكون معاها. كنت انا هي كانت صغيره وكانت كتجي عندي وكتقول لك والو با ركبني، ملي كانت كتقرا في السابعه ولا الثامنه كتجي عندي، كتخلي هذا وتجي في المهرجان كنت كنمشي ليه كتجي هي عندي، ومهما كتجي عندي كتقول خصني نركب. بقات في هذيك نسيت عليها، كتمشي معايا فين ما مشيت، اذا مشيت شي موسم مشيت لهادي كتمشي معايا. صافي تدربت ولات تبارك الله كتركب، كترفد بالرجال لهادي، كتشارك في كل فين ما كان المهرجان كتشارك. شاركت في قرسيف، شاركت في معتركه، شاركت في بولمان، شاركت في فاس، فين ما كان المهرجان كتشارك. واللهم لك الحمد، وكنتمنى لها التوفيق، والله يعطيها دعوة الخير وفراش وغطاء، والله يسترها ويستر جميع المسلمين.